إذا نوى الصائم قطع صومه نية جازمة بلا تردد فسد صومه، حتى لو ما أكل ولا شرب، لكن في نفسه نوى، قال خلاص لن أكمل اليوم، لن أصوم، أنا فاطر. لو نوى هكذا في نفسه من غير أن يتردد فإنه ينقطع صومه، يبطل صومه. مفسدات الصوم: هناك محظورات في الصيام لو فعلها المسلم أثناء صومه فإنه يبطل صومه، فمن ذلك الأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا عالما من غير عذر فقد ارتكب ذنبا عظيما، فعليه الندم والتوبة وعليه القضاء، لابد يجب عليه التوبة لأنه ارتكب ذنبا وعليه أن يقضي ذلك اليوم. أما ما ورد من الأحاديث التي فيها أن من أفطر من غير عذر لا يقضيه صيام الدهر فهذه أحاديث ضعيفة جدا، والصحيح أن هذا الذي فعله معصية وذنب عظيم فعليه بالتوبة والقضاء. الأمر الثاني من مبطلات الصوم الجماع، وهو أشدها، فمن جامع في الفرج فقد ارتكب محظورا، فعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، أي اليوم الذي جامع فيه، وعليه أمر ثالث وهو الكفارة المغلظة، والكفارة هي عتق رقبة، يعني أن يشتري عبدا أو أمة ويعتقه، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. الأمر الثالث من مفسدات الصوم إنزال المني عمدا باستمناء أو مباشرة لزوجته أو تقبيل أو ملاعبة ونحو ذلك، فهذا أيضا يأثم وعليه القضاء. وأما إنزال المني بالاحتلام، يعني لو نام في نهار رمضان ثم احتلم، أي أنزل وهو نائم، فإنه لا يفطر الصائم، لأنه وقع بغير اختياره، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأما إنزال المني بالتفكير دون عمل، دون استمناء ودون نظر إلى شيء تشتهيه نفسه، وإنما بمجرد التفكير في الجماع، فإذا أنزل بمجرد التفكير فهي مسألة خلافية بين العلماء، ولعل الصحيح والله أعلم أنه لا يكون مفطرا، وهو قول جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. الأمر الرابع من مبطلات الصوم خروج دم الحيض أو النفاس، فالمرأة إذا رأت الحيض أو النفاس بطل صومها، بل حرم في حقها الصوم، وعليها الإفطار، وعليها القضاء بعد رمضان. الأمر الخامس التقيؤ عمدا، التقيؤ يعني إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب، التقيؤ عمدا، فإذا أخرج الصائم ما في بطنه من طعام أو شراب عن طريق الفم فإنه يكون مفسدا لصومه. فأما إذا خرج منه القيء بلا قصد خرج منه من غير أن يتعمد ذلك فهذا لا يكون مفطرا. الأمر السادس الإبر المغذية تفطر الصائم لأنها في معنى الطعام والشراب. والأمر السابع قطرة الأنف إذا وصلت القطرات إلى المعدة،
فإذا وصلت القطرة إلى المعدة عن طريق الأنف فإنها تفطر. والأمر الثامن من مبطلات الصوم السعوط، وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف من غذاء أو دواء. والأمر التاسع من مبطلات الصوم الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والعاشر من مبطلات الصيام إذا نوى الفطر جازما غير متردد، إذا نوى الصائم قطع صومه نية جازمة بلا تردد فسد صومه، حتى لو ما أكل ولا شرب، لكن في نفسه نوى، قال خلاص لن أكمل اليوم، لن أصوم، أنا فاطر. لو نوى هكذا في نفسه من غير أن يتردد فإنه ينقطع صومه، يبطل صومه. فأما إذا تردد، ومعنى أن يتردد يعني يقول في نفسه: هل أكمل؟ يعني جاء مثلا وقت العصر وقال: هل أكمل صومي أو أفطر؟ مثلا كان مسافرا وصام، ولما جاء العصر قال: هل أخذ بالرخصة وآكل أو أكمل صومي؟ لازال مترددا. أو مريض السكري مثلا، رأى في نفسه نشاطا وقوة فصام، فلما جاء العصر بدأ يحس ويشعر بأعراض هذا المرض، فتردد في نفسه: أكمل إلى المغرب وأكمل صومي أو أقطع صومي؟ إذا لا زال في حالة تردد فالصحيح أنه لا ينقطع صومه، صومه صحيح، لا ينقطع صومه إلا بنية قطع الصوم الجازمة. الحادي عشر من مفسدات الصوم شرب الدخان والعياذ بالله تعالى. فإذا شرب الدخان في نهار رمضان فإنه أولا يأثم بشربه لأنه محرم، والأمر الثاني أنه يأثم بإفساد صومه فهذا إثم آخر، فعليه أن يقضي بعد رمضان.